معلش يا كابتن، عشان معايا برضو تليفون مهم من كابتن شوقي غريب، نجم مصر طبعا ونجم نادي المحلة السابق والمدير الفني لمنتخبنا الأول وأيضا المدير الفني الحالي لمنتخبنا الأولمبي. كابتن شوقي ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام، ده صحتك الحمد لله على السلامه. وطبعا سلامي كتير طبعا ضيوفك الكبار والعظام، استاذنا الكبير واخويا الكبير كابتن فتحي نصير واستاذ سامي الفتاح، يعني قامه الاعلام في مصر. يعني ربنا يخليك يا كابتن شوقي، وحشنا جدا ويعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا سعيد اكتر والله العظيم يا كابتن اسلام، الله يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. يعني طبعا الف مبروك يا كابتن شوقي. ابتدينا نفتكر ما حدث في 2006 و2008 و2010 النهارده يعني. والله يعني والله خلينا اقول ان النهارده الحمد لله رب العالمين. يعني لما تيجي تعمل التقييم لازم يبقى تقييم حقيقي. نعم. ان احنا يمكن من مباراه لمباراه الاداء كان بيبقى في انضباط تكتيكي داخل الملعب. ايوه. نظام داخل الملعب. يمكن ما كانش الاداء بينتقل للاداء او المستوى الاداء اللي الناس عايزاه واللي الناس عايزه تشوفه، لكن كان النهارده انا بعتبرها النهارده الاداء النهارده انك بتلعب 120 دقيقه غير الاوقات اللي بتضاف على كل شوط، يعني بتوصل ل 130 دقيقه تقريبا من في المباراه النهارده باداء راقي باداء كبير. طبعا احنا معظم فترات المباراه واقفين صح، بنتحرك صح، اللعيبه كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، حتى في التغييرات، حتى في القياده لمحمد صلاح، حتى القياده اللي بيكروش من خارج الملعب. انت حاسس ان في حاجه النهارده منظومه داخل الملعب النهارده، كل واحد عارف الدور اللي مطلوب ايه بيعمله. الشكل العام كان مختلف عن الثلاث مباريات الاولى تقصد يعني؟ طبعا الشكل مختلف كليا عن كل حاجه. حتى النهارده جميع التغييرات اللي تمت النهارده انت استفدت منها استفاده كبيره. يعني التغيير بتاع زيزو والتغيير بتاع تريزيجيه لما جيت دفعت بيهم الاثنين تغييرات انت استفدت بيها، استفدت بيها استفاده كبيره كبيره جدا. يعني خلينا اقول ممكن كان في تغيير اضطراري في الاول، لكن بتاع الشناوي تغيير اضطراري، لكن لما نزل ابو جبل بان ان مستوى اللعيبه اللي بره يعني لا يقل عن مستوى اللعيبه اللي جوه. نعم. نهائيا لما تيجي تشوف كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، الاداء داخل الملعب قوي، كل واحد عارف دوره ايه، كله عارف واحد هو بيتحرك ازاي بيلعب ازاي. ناس كتيره النهارده كانت على قد المسؤوليه واكتر من مسؤوليه. لاحظ ان عندك عناصر كتيره النهارده الخبرات الدوليه للمنتخب الاول، هنقول ان كان عندهم خبرات دوليه والمنتخب الاولمبي برضه يا كابتن. يعني انت مثلا مجموعه المنتخب الاولمبي، الشناوي لعب مع حضرتك في المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، حجازي لعب مع حضرتك، احمد ابو الفتوح لعب مع حضرتك، الونش لعب مع حضرتك، اكرم توفيق لعب مع حضرتك، يعني على الاقل خط الدفاع مثلا. ما هو ده التركيبه اللي ورا يعني. ده اللي انا بقوله ايه؟ بقول إن, ان 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 انت النهارده حتى العناصر زي عمر كمال كمان، زي مثلا كان عمر مرموش، زي مصطفى، زي يعني العناصر دي كلها عندها خبرات دوليه، بس خبرات دوليه مش رمضان صبحي تراكم كتير. لكن لما تحس النهارده بيهم في قلب الملعب تحس ان كل واحد عارف هو بيتحرك ازاي او بيلعب ازاي او ايه الدور المطلوب منه. يعني انت لما تيجي تشوف النهارده احنا وصلنا للجون في مرات كتيره جدا جدا جدا. مظبوط. لكن لما تيجي تلاقي ان اكتر واحد وصل للجون النهارده تريزيجيه اللي انت متوقع ان هو خارج من اصابه ولسه بيقدر، هو خارج من الاصابه بيلعب 120 دقيقه او الزمن ده كله، او بيلعب الوقت اللي نزله كله بيلعبه بطاقه 120 دقيقه. نعم. فتحس ان في حاجه شكل جديد موجود للفريق. بتشوف الفرقه لما بتفقد الكوره ايوه ازاي الارتداد، ازاي تقفل الملعب، ازاي يتحركوا مع بعض كجروب كمجموعه. بتشوف ناس النهارده يعني في وسط التيم بيلعبوا النهارده عندهم ثقه في نفسهم، عندهم ثقه في تحركاتهم. بتشوف قياده ممتازه النهارده من محمد صلاح داخل الملعب وتوجيه داخل الملعب للعيبه وخبره كبيره موجوده. يعني محمد بقى له 10 سنين النهارده في المنتخب الاول. ايوه. النهارده هو والنني النهارده من رجل المباراه، حجازي، يعني في عمود فقري للفريق. تحس ان موجود كله على قد المسؤوليه. ايوه. وده اللي خلى ان الناس راضيه عن حاجتين، راضيه ان انت قدرت تطلع كوت ديفوار
ويمكن انا كان ليا كلمه بعد مباراه كوت ديفوار، قلت ان لعيبه الجزائر هي ساعد كوت ديفوار على ان يظهروا بالمصر. بالظبط بالظبط، لان هم ادوا لهم المساحات الكبيره والمساحات الفاضيه اللي اشتغلوا فيها واللي لعبوا فيها والسرعات اللي كانوا يا كابتن شوقي بيلعبوا. المنتخب الجزائري كان بيلعب يعني بتعالي اكبر من التعالي اللي بيلعب بيه كوت ديفوار دائما. يعني لو تفتكر حضرتك الحركه اللي عملها مثلا دروجبا في 2006، افتكر يعني لما وقف وعمل كده. النهارده برضو شفنا حاجه زيها من لاعب المنتخب الايفواري لما برضو شاور يعني وقال اسكتوا يعني بعد ما احرز بعد ضربه الجزاء، بعد ركله الجزاء. انت عارف حضرتك بعدها احنا كلاعيبه كوره واحنا قاعدين يا كابتن فتحي يا استاذ سامي، تحس ان احنا يعني ايه الوضع اختلف وحسينا ان احنا كسبنا. انا حسيت ساعتها ان دي بدايه النهايه. بالظبط صح. لو تشوف كمان يا كابتن اسلام النهارده مثلا ايه، يعني هم عندهم خطوره من ناحيه اليمين، اليمين بتاعتهم لما بيمسكوا الكوره وبيخشوا لجوه عشان يلف كورته ويشوطها في الزاويه دي. كل مره لو كنت بتشوف كنت بتلاقي مثلا ابو الفتوح وممكن تلاقي مثلا حمدي فتحي جنبه. مظبوط. تروح الناحيه الثانيه تبص تلاقي مثلا دخل عمر كمال ومحمد عبد المنعم جنبه. يعني ايه يعني اي ناحيه اي منطقه مقفولة. عندنا كنت بتبص تلاقي اللي بيقابل كنت بتلاقي اثنين، واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني. مظبوط. يمكن كل فرصهم كانت عباره عن شوط، يعني كل فرصهم عباره، لكن احنا كل فرصنا كانت عباره عن انفرادات حقيقيه. مظبوط. كابتن شوقي معلش عايز برضو اسالك، لان انت لعبت احمد ابو الفتوح قبل المباراه كلنا كنا بنقول وانا واحد منهم الحقيقه ان احنا يعني عايزين ايمن اشرف اللعيبه لان هم ناحيه اليمين عندهم افضل ناحيه. انا الحقيقه فوجئت بالمستوى الدفاعي، خلينا الناحيه الهجوميه تمام، لكن المستوى الدفاعي لاحمد ابو الفتوح النهارده وجنبه خلي بال حضرتك كان محمد عبد المنعم برده ثاني مباراه او ثالث مباراه دوليه ليه، وبالتالي الاثنين دول تحديدا وقدامهم مرموش وجنبهم حمدي فتحي، الاربعه دول التركيبه دي ما بقالهاش كتيره، ما عندهاش خبرات دوليه كبيره. لكن احمد ابو الفتوح تحديدا لانه لعب مع حضرتك وحضرتك اللي حطيته في خدته من الزمالك وحطيته مع المنتخب الاولمبي، او من سموحه وحطيته مع المنتخب الاولمبي. احمد النهارده الحقيقه ادى اداء من وجهه نظري غير طبيعي يا كابتن شاوي. بص ما هو ده يا كابتن اسلام اللي احنا بنتكلم عليه، الالتزام التكتيكي داخل الملعب. احمد ابو الفتوح مميزاته الهجوميه عاليه جدا 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 جدا. لكن هو عارف انه بيلعب على لعيب لو ساب له مساحه، لو ساب له مكان، لو ساب له اسلوب منطقه خلفيه عنده، لو ساب له السرعات، فكان دايما بيلعب بمخه النهارده اكتر ما بيلعب بايه بالطاقه اللي عنده. هو عايز يهاجم ويطلع ويعمل كروس باس ويعمل اوفرات ويروح للجول ويشوط زي ماتش ليبيا كده او زي الماتشات اللي بيلعبها معانا في المنتخب الليبي. فالنهارده تحس ان درجه الالتزام اللي ده اللي بقول الوعي التكتيكي عند اللعيبه النهارده كان عالي جدا. برضه لاحظ خلينا نقول الامانه، يعني ما هو الوعي التكتيكي ده بيبقى نابع من ايه؟ نابع من التكتيك بتاع المدرب اللي حطه طبعا، او الشكل اللي حطه طبعا، او الترتيبات القرايه بتاعه المباراه وعناصر القوه اللي موجوده. ايوه يعني انت لما يكون عندك النهارده في كوت ديفوار النهارده الهداف للدوري الاوروبي بالكامل. مظبوط. وعدد الفرص اللي بتجيله قليله او بتجيله في مناطق ما هيش فرص، يعني خلينا اقول ايه، ما هيش الفرص الحقيقيه اللي من لازم تجيب منها جوان. مظبوط. دي حتى يعني الكور اللي بيلعبها او كور ده برضو انت بتتعامل مع لعيبه، بتتعامل مع لعيب مثلا ده لما نزل الشوط الثاني يمكن نص الملعب كان عندنا افضليه النهارده، كان ابنني مع حمدي فتحي مع السوليه كانوا عاملين شكل جديد النهارده. لاحظ السوليه ضيع كوره ثاني كده، ايوه تريزيجيه ضيع كوره كده، عمر مرموش شاط جت في الايه، مصطفى ضيع، يعني عندنا النهارده عدد الفرص اللي جات لنا النهارده كتير، يعني يعني لما نيجي نقول احنا بنلعب كوت ديفوار اقول لك ان عدد الفرص اللي جات لنا النهارده اكتر من اللي جات لنا في ماتش السودان وغينيا. صح صح، اكتر منها بكتير، دليل على ان جالنا في ثلاث ماتشات يا كابتن، السودان وغينيا ونيجيريا كمان. ونيجيريا، ما انا بقول له في الثلاث ماتشات. دي حقيقه، على اساس ان الناس النهارده كلها كل التمركز النهارده كان تمركز مظبوط، كله مركز يا كابتن. بتشوف كمان المساحات، مفيش مساحات كتيره، يعني مفيش لعيب من الفرقه الثانيه خد الكوره رقص لعيب وجرى بيها ويرقص ثاني ويجري بيها، لا ده انت مجرد ما بيعدي من واحد يجي الثاني جاي، يلاقي الثالث جاي. كابتن شوقي النهارده الاربع، ماتش جاي يوم الاحد تمام، خميس جمعه سبت، ثلاث ايام. احنا بقالنا اسبوع كنا مريحين عشان نلعب ماتش النهارده،
ماتش ادانا الطاقه الكبيره دي يا كابتن اسلام. ايه يا كابتن؟ نعم ادانا الطاقه الكبيره اللي كانت موجوده النهارده بالظبط الفرق الزمني الطويل اللي كان عندنا في الطاقه. هيحصل ايه الماتش الجاي بقى يا كابتن في ظل حاله 120 دقيقه وماشي النهارده الدنيا تمام، لكن المباراه القادمه في ظل احتمال كبير بعدم لحاق الشناوي وعدم لحاق حمدي فتحي، يعني بتباصص للمباراه دي ازاي؟ مباراه المغرب يعني. بص يعني خليني اقول على حاجه، احنا تعودنا المنتخب المصري دايما، خليني اقول ان احنا الاداء بيرتفع من مباراه لمباراه. ايوه. حتى لو في البطولات اللي احنا خدناها ثلاث بطولات كنت بتلاقينا من مباراه لمباراه لمباراه المستوى الفني بيرتفع. او المستوى البدني او المستوى التكتيكي بيزيد. يمكن النقطه الوحيده بس اللي انت قلتها دلوقتي هي حجم اللعيبه اللي عندها اصابات. نعم. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتقلق. يعني الحاجه الوحيده اللي بتقلق ليه؟ لانك انت بتضطر تغير في تشكيل الفريق وتضطر تغير في حاجات، لكن لغايه النهارده احنا يعني ما نعرفش حاله الاصابات اللي موجوده دي هل المده الزمنيه بتاعتها تسمح ان هم يلحقوا المباراه او لا؟ اتمنى طبعا ان ربنا يكرمنا ويكون كل اللعيبه موجوده ويكون كل اللعيبه موجود، لكن المباراه المره اللي جايه مع خصم هو برضه بيعرف يتعامل مع الكره العربيه والكره المصريه طبعا هو المغرب طبعا. فالمباراه مباراه هتبقى تكتيكيا من الطراز يعني قبل كل شيء. نعم. يمكن احنا الفرق الافريقيه كلها عامه يا كابتن اسلام شويه بتبقى عندها رهبه اللاعب المصري. مظبوط. رهبه منه، رهبه من تحركاته، رهبه من حاجه من 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 ادائه، رهبه من المهاره اللي عنده، يعني خليني اقول ايه؟ بنعرف نتعامل بنسبه كبيره جدا مع كده. نعم. المباراه اللي جايه خلينا نقول ان احنا في اخر بطوله كان اللي هي في 2019 احنا خرجنا من دور ال 16، النهارده احنا وصلنا لدور الثمانيه، قدامنا مرحله واحده بس نخش السيمي فاينل. نعم. نبقى من دخلنا خلاص بقى للحاجه اللي احنا دايما ايه بنوصل لها. بنقول احنا بنبقى مبسوطين او بنبقى وصلنا للمرحله اللي ناخد فيها ايه زي السبع بطولات كده باذن الله اللي حققتهم مصر. ايوه. فعايزين يعني المباراه الجايه مش مباراه سهله، لكن هي مباراه تبقى صعبه، لكن بالشكل والاداء والالتزام اللي كان موجود على اللعيبه كلها بيه اللي شفناه النهارده، لو باذن الله بنفس الشكل باذن الله اللاعب المصري بيبان ساعه الضغط، بيبان ساعه الظروف الصعبه اللي بتبقى عليه. نعم. دي اللي ممكن باذن الله توصلنا يا رب ان شاء الله ان احنا باذن الله نوصل للهدف بقى انك تخش السيمي فاينال. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن على هذه المكالمه الجميله، انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن شوقي غريب، مدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، شكرا جزيلا لحضرتك يا كابتن شوقي.